كمان احنا مشاهدينا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي، ورح ننتقل لمحطه جديده من صباحنا رح تكون صحيه. اكيد ما في احلى من الصحه يا هايدي، ودائما نحن بنبحث عنها بشكل كامل، نبحث يمكن عن التفاصيل. حتى بالفتره الاخيره كثير صرنا نسمع عن اختصاص التغذيه وقد ايه له دور مهم بحياتنا. طبعا مثل ما بنعرف كلياتنا المعده بيت الداء وبيت الدواء في آن واحد، لكن هل صحيح انه ممكن الغذاء الصحي والمناسب انه ينجينا من كثير من الامراض؟ وهل صحيح انه هذا الغذاء ممكن ايضا يحمينا من او يعوض عن التناول الأدوية؟ طبعا هي التفاصيل كان في خلاف بشكل كتير كبير عليها، شو مدى صحتها وشو أهمية الغذاء بحياتنا، ولأي درجة نحن مضطرين اليوم ننتبه إلى أدق التفاصيل بكل شيء عم نتناوله بحياتنا اليومية. قديه نسمع هايدي أنه حتى مرض السرطان اللي هو من أخطر أنواع الأمراض تعالج بنوعيه معينه من الغذاء، صحيح، وتم الشفاء منه، مع انه من اخطر انواع الامراض. وتاكيدا لكلامك فرح، اليوم في دراسات طبيه عديده قالت انه في علاقه ارتباطيه واضحه بين الدواء وبين الامراض والغذاء. هي العلاقه يمكن عم تكون موجوده، لكن الاغلب ما بيعرف انه ممكن تكون بشكل عشوائي اليوم من بعض الناس بدون استشاره طبيه. رح نوضح اكثر هي العلاقه ونعطي نصائح اكيد للمشاهدين ضمن هي الفقرة التغذية والصحية. معنا اليوم ضيفتنا بالاستوديو الاختصاصية التغذية جوا محمد هشام. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك جوا. اهلا فيك. يسعد صباحك مرة ثانية جوا، وينعاد عليك بكل الخير. اليوم مثل ما قلنا بالمقدمة يمكن اقاويل كثير بتحكي عن الغذاء وعلاقته وارتباطه الكبير بالدواء. قبل ما ندخل بهي التفاصيل خلينا نعرف من حضرتك شو أهمية الغذاء، وخلينا نركز على الغذاء الصحي اليوم بحياتنا. رح نحكي هلا اليوم عن الغذاء الصحي المتوازن لجسم الانسان. هو يلي بيزودنا بالطاقه، هو يلي بحافظ على صحتنا، وكمان بيمدنا بالعناصر الغذائيه اللي بنحتاجها يلي بيحتاجها جسمنا، وكمان بيحافظ على النمو والصحه السليمه والوقايه من الامراض. مثل ما حكيت هايدي انه امراض السرطانات عندنا مثال عنها، هي في كثير اغذيه بحياتنا بتحتوي على مضادات اكسده. هي المضادات هي اللي بتمنع الانقسامات غير الطبيعيه اللي بتصير بجسمنا. عنا بروكلي، جزر، كمان في أغذية مثل الكالسيوم والفوسفور، هي تعتبر عناصر غذائية بتحمينا من هشاشة العظام، بتساعد على النمو بشكل أكثر، وهو كمان مفيد لصحة الدماغ، بيساعدنا على التركيز وعلى الاستيعاب، يعني بيزيد استيعابنا وتركيزنا، وهو يلي بيعطينا الطاقة والحيوية لحتى نكمل فيها يومنا. تمام. يمكن اليوم النمط الغذائي اللي نحن بنتبعه ممكن يسبب لنا أمراض وبنفس الوقت ممكن يشفينا من الأمراض. جوا خلينا نوضح، هل اليوم الغذاء الصحي المتوازن الصحي يغني عن الدواء؟ هلا كل حالة مرضية هي حالة فريدة، في عوامل بحياتنا اليوم تفرض حالة علينا مثل الأمراض الوراثية. هلأ هون عبارة غذاء صحي ما بيمشي حاله. الأمراض الوراثية عندنا مرضى الفوال، نحن من واجبنا أن ننصحهم يمتنعوا بتاتاً عن أكل الفول، الحمص، يعني البقوليات بشكل عام، لأنه هو مرضى فوال، يعني هو اضطراب الخلقي جيني، يعني هو لهذا المرض. كمان عنا أنه في فئة معينة من الناس عندهم حساسية من البلوتين، فنحن كمان من واجبنا انه نمنعهم انه ياخذوا خبز، برغل، فريكه، شوفان، وفي كثير اغذيه كمان مثل بنرجع بنقول مفيده بحياتنا مثل اللحوم، السمك غير المملح. هون مرضى النقرس نحن بيمتنعوا عن تناولهم بشكل كامل. هلا مثل يعني نحن فينا نقول انه فوائد التغذيه ما بتعطينا ابدا الضوء الاخضر انه نمتنع عن تناول بعض الادويه. تمام. جوا كثير بنسمع عن نمط غذائي معين ينصح به الطبيب لما بيوصف نوع دواء معين، بهي الحالة هل هناك تفاعلات معينة ممكن تحدث بين الدواء وما نأخذه من غذاء؟ أكيد أكيد. هلأ تختلف آلية عمل المعدة والأمعاء عنا، لأنه بيفرزوا مواد وأنزيمات، هاي المواد والأنزيمات ممكن تأثر بكفاءة امتصاص بعض الأدوية بجسمنا، يعني ما بتعطينا التأثير اللي بدنا إياه بالشكل المطلوب. الغذاء والدواء كثير مهمين، وفي تفاعلات بتصير بيناتهم، في تفاعلات إلى تأثير سلبي على جسمنا وتفاعلات إلى تأثير مثل إيجابي. هون أنا رح أعطي مثال، بس هون أنا بنصح إنه يتبعوا الطريقة الصحيحة بأخذ الدواء مو من عنا يعني. تمام. أكيد باستشارة طبية اليوم وبالرجوع لكم كاختصاصية. تمام. اليوم خلينا نحكي، اليوم يمكن بعض الناس بتعود الغذاء بالمكملات الغذائية، هل هذا الشيء صحيح برأيك؟ هلأ
ما بظن انه ينتهي الجدل حول المكملات الغذائيه سواء كنا عم ناخذها وهي كثير اهميه يعني لها اهميه اساسيه بحياتنا بشكل يومي بس اذا كنا عم ناخذها من المصدر الطبيعي هلا في بعض الاطباء بفضلوا انه ما نعتمد عليها بشكل كامل خصوصا اذا كان الانسان عنده القدره او عنده نقص بجسمه انه يعوض هذا النقص بفيتامينات من المصدر الطبيعي مثل الخضروات الفواكه بس في بعض حالات نحن نرجع فيها لهي المكملات مثل الرياضيين يلي بيلعبوا رياضه يعني بيجسدوا يعني اجسامهم بتكون بحاجه لجهد هون نحن بنضطر انه نعطيهم مكملات غذائيه خاصه كان جو هدول بدهم نسبه بروتين كثير عاليه ممكن ما يقدروا يحصلوا عليها من المصادر الطبيعيه ومن الاغذيه المتوفره فبيلجؤوا دائما للمكملات الغذائيه هون خلينا نقول كمان في جدل حول هذا الموضوع ما حنفوت كثير فيه لانه اليوم كان في كثير جدل حول المكملات الغذائيه قد ايه لها خطوره او قد ايه لها هي يمكن صحيه بشكل على الجسم هون في جدل كثير كبير سمعناه بالفتره الاخيره لكن اذا بدنا نرجع شوي للمكملات غذائية يا جوا ونحكي اليوم بالنسبة للأطفال صرنا نحن بمجتمع جوا لما الطفل يمكن ببلش بالروضة وبالصفوف الأولى بتبلش الأم تعطيه مكملات غذائية خاصة إذا كان نسبة أكله كتير قليلة اليوم ورفضه للأكل خلينا نحكي عن المكملات المطلوبة بالنسبة للأطفال البالغين وأيضا الشباب وحتى الكبار السن اللي هن كمان بصيروا بحاجة أكثر للمكملات الغذائية هلأ بالنسبة للأطفال نحن أول شيء الغذاء الأساسي والأول هو حليب الأم هو يلي بيمده بالعناصر الغذائية الكاملة منذ ولادته لحتى مدة 6 شهور كمان عن المراهقين هلأ نحن بهاي الفترة من هذا العمر بيعيش الإنسان تغيرات جسدية نفسية سلوكية كل ما كبر جسمه أكثر كل ما احتاج لزيادة السعرات الحرارية فيه نحن هون ننصحه أن يتبع أنه مثلاً فطور صحي وجبة غذاء كاملة فيها بروتينات فيها كربوهيدرات خضروات فواكه ألياف معادن أساسية وفيتامينز ويعني بعطي مثال فيني أعطي مثال يعني نعم. أنه على البروتينات بدنا لبن جبنة بيض اسماك لحوم كمان الكربوهيدرات بنركز على البقوليات عدس قمح ايه الياف ومعادن وكبار السن جوا شو بتنصحيهم كبار السن اهم شيء اهم اغذيه حديد منغنيزيوم فوسفور عندنا كثير بشكل كبير بيفيدنا عندنا فيتامين سي فيتامين دي فيتامين اي عندنا فيتامين بي 12 يعني اليوم يمكن الغذاء فعلا بيساهم بنسبة الشفاء بأي مرض بتلاحظي نحن يمكن فرح هلا بالشتوية الجريب والرشح منتشر بشكل كتير كبير إن كان بين الأطفال والكبار يعني خلينا نوضح اليوم طريقة غذائنا اليوم قد ايه ممكن تقوي جهاز المناعة عنا يعني هي بتساهم كتير بأنه تقوي جهاز المناعة عنا بتعطينا مثل ما قلت مثل ما ذكرت الطاقة والحيوية نحن بنركز على أغذية معينة أنت قلتي الجريب تماما نحن بننصحهم ياخذوا فيتامين سي بشكل كتير كبير في أغذية معينة فينا ننصحهم فيها طبعا الحمضيات بشكل عام البرتقال الفريز الفلفل كثير حلو اليوم لما نحن بنقدر نستعيد عن الادويه لانه تماما. يعني تربينا يمكن ببيئه عندها فوبيا من الادويه دائما بتقول لك خلينا نبعد عن الدواء قد ما بنقدر امي يعني خلينا نبعد كاسه بدقه ممكن تغني عن الحبه برايك اليوم جوا قد ايه نحن فينا نستعيد نرجع من عيد نستعيد نحن نوقي حالنا نحمي حالنا قبل ما ندخل بمرحلة المرض بهذا الغذاء المتوفر وبيئتنا غنية ووطننا غنية يمكن بكل أنواع الخضروات والفواكه هلأ أنا بنصح بالألياف بشكل يومي الألياف هي مو بس مفيدة لعصر الهضم بجهازنا لصحتنا العامة بشكل عام تواجد بالخضروات بالفواكه بالبقوليات كمان عنا يعني الياف اساسيه بدها تكون بجسمنا نحن كمان بنركز انه نتناول اطعمه بتحتوي على حبوب كامله قمح شوفان درة هي كمان بتحتوي على نسبه الياف كثير عاليه قد ما فينا نبعد عن الدهون اللحوم قليله الدهون او خاليه منها بشكل يعني بتاتا كمان فينا انه ننصحهم انه يتناولوا قد ما فيهم غذاء صحي يكثروا الخضار الفواكه البقوليات الالياف برجع وبذكر كثير مهمه لعلاج صحه دائما بنبعد عن الوجبات السريعه او الوجبات الجاهزه قدر الامكان مثلا اكله المقالي بالبيت كثير متداوله نحن كثير بننصح فيها انه يبتعدوا مثلا نتجه لطرق ثانيه السلق طهي بالبخار كثير مناح يعني او حتى الشوي كمان خلينا الشوي كمان طيب خلينا نحكي كمان عن نقطه مهمه يمكن نتغافل عنها شوي بالشتويه هي شرب المي يمكن نسبه كثير كبيره من الناس اليوم تنسى تشرب مي بالشتويه ممكن تعوضها بكثير من المشروبات الساخنه هل هذا الشيء صحيح ممكن يعوض ام لا فائده المياه هي لازم تكون موجوده لا فائده المياه هي لازم تكون موجوده
اهم شيء انه بتحافظ على درجه حرارتنا، يعني بتخلي جسم متوازن. دائما بنلاقي عالم انه اذا ما شربوا مي كثير بتلاقي جفاف، بتلاقي قله حيل، ما في يعني المي كثير مهمه بحياتنا. السؤال يلي كمان بينسأل انه هل هناك اغذيه بتتعارض مع الدواء اليوم؟ هل هناك نوع من الاغذيه ممكن الطبيب يقول نوقفها لحتى نخلص نوع معين من الادويه؟ في أغذية إذا أخذناها ممكن تتعارض مع نوع معين من الأدوية نحن عم ناخده. هلأ عنا الموز، نحن من واجبنا أنه كمرضى ضغط عم ياخدوا أدوية ضغط ننصحهم بأنه يبتعدوا قد ما فيهم أو يخففوا من تناول الموز، لأنه بيحتوي نسبة عالية من البوتاسيوم بشكل رهيب. وهذا الشيء لا سمح الله بيؤدي لاضطرابات قلبية معهم. عنا كمان القهوة، المرضى اللي بياخذوا ادويه موسعات قصبيه مثل مرضى الربو كمان بنصحهم كثير يخففوا منها، ممكن يعملوا لهم زياده بالنبض، ممكن خفقان، ممكن يؤدي هذا التوتر عصبيه. تمام. اليوم يمكن قد في اخطاء شائعه بيرتكبوها الناس اليوم، بيكون مكتوب على الدواء مثلا لازم تشربي حبه الدواء مثلا بعده لازم تاكلي او قبل، هون يمكن الناس بتقلك انه لا عادي اكلت قبل ولا بعد ما حيفرق ما حيأثر، هل هذا الشيء فعلا ممكن ياثر وياثر على الادويه؟ ممكن يصير تضارب. ممكن يصير تضارب. مثلا في انواع معينه من الاطعمه نحن بناخذها بتاثر على فعاليه بعض الادويه او اليه عملها بجسمنا، يعني ما بنحصل على التاثير. مثل شو مثلا؟ فينا نوضح امثله؟ شو بدي اقول لك، كمان الخضار الورقيه. خضار. الخضار الورقيه نحن بننصح المرضى يلي بياخذوا ادويه مضاده للتخثر انه يبتعدوا قد ما فيهم عنها، لانه بتحتوي على فيتامين كي وهو المسؤول عن اليه التخثر بجسمنا، فاخذنا خضار ورقيه بدها تزيد، يعني بده يصير تعارض بالتاثير العلاجي لهذا الدواء اللي اخذناه. يعني نحن اليوم هادي عم نحكي عن تفاصيل يمكن نحن نغفل عنها وتؤدي لمشاكل كثير كبيره. بس اليوم في خطوط عريضه، خبراء التغذيه خليني اقول واختصاصيين التغذيه يمكن بيتفقوا عليها، وبالطرف الاخر ممكن تكون شائعه عند الناس وصارت شيء معروف، مثل انه نحن بالشتوية لازم نشرب عصير برتقال ولازم ناكل خضروات، فهذا الشيء يمكن صار شائع عند الناس. لكن جوا اليوم اذا بتحبي تنصحي الفئات العمريه المختلفه من الاطفال خاصه اللي عم يروحوا على روضات ويتعرضوا لفيروسات ودائما في حاله مرض وقريب، شو بتحبي تنصحيهم؟ ولا الشباب يمكن رح تنقوي الذاكره والتركيز كمان، شو بتحبي تنصحيهم؟ هلا انا بقول انه لازم نحط هدف قدامنا ونمشي عليه، يعني يكون نظامنا مزيج من المواد الغذائية المتنوعة يلي بتفيدنا، مزيج من الخضروات، من الفواكه، من البقوليات، درة وقمح، مزيج من العدس كمان. فينا نقول إنه لازم كمان نرجع نذكر على أهمية الألياف بحياتنا، كتير مفيدة. ومثل ما قلنا هلأ فينا نقول مثلاً وجبات خفيفة نبتعد عنها قد ما فينا. فينا مثلاً قلن فطور صحي ركزوا عليه أكثر شيء، وجبة غذاء تكون حاوية كل المكونات يلي عن جد بتمدهم بالطاقة ليكفوا يومهم، ليكفوا. مع انه كثير بنسمع هذا انه في ناس بتتغافل وبتنسى وجبة الفطور، وانا بفترة من فترات كنت منهم هايدي، فقد يمكن هذا الشيء ما نصح اليوم وجبة الفطور انه نحن نتغافل عنها او ننساها لانشغال ما او لعادة صحية معينة؟ هي كثير أساسية بحياتنا، هي يلي هلا بتلاقي مثلا انا ما فطرت دخلت وقعد، احيانا الانسان عن جد بيوقع الا ما يكون معه مثلا نقص فيتامين معين، وانا ما اخذت مثلا فطوري جبنه لبن ولو كاسه حليب حتى، يعني بتعطيني طاقه لكل. طبعا اكيد هي شيء اساسي، يمكن هدول الاشخاص اللي بتبعوا بيكونوا عاملين ريجيم. صح. اوكي المساء ما في مشكله الاكل، بس الصبح لازم يكون في وجبه اساسيه للفطور. صح. طب اليوم حضرتك اختصاصيه التغذيه، اليوم قديم نسمع انه بعض الاغذيه بتسبب اكتئاب للاشخاص وبنفس الوقت ممكن تحسن من المزاج، خلينا نوضح هذا الموضوع. في اغذيه مثل الشوكولا مثلا قديم بحسن المزاج خصوصا بالشتويه، وفي كمان عالم مثلا انه بتلاقيها متضايقه مكتئبه بدي اروح اكل شوكولا مثلا. الدارك اوكي بنصح فيها كثير بشكل كثير كبير، بس الباقي يعني بغض النظر عن الكميه دهون مو مفيده لجسمنا، يعني نحن بدنا دهون غير مشبعه، هي دهون مشبعه بشكل كامل، يعني الشوكولا يلي المعتاده الدارك كثير مفيده بتعالج الاكتئاب معلقه. حلو. طيب اليوم لما بنقول بعض الاشخاص كمان جوا ممكن يكون يفوتوا بحاله دايت ويستعيدوا كمان يمكن ياخذوا حبوب بتسد الشهيه، وبالجهه الثانيه العكس البعض بيحاولوا زياده الوزن فبياخذوا حبوب تسمين، وسمعنا عنها بالفتره الاخيره وسمعنا قديش هي ممكن تكون ضاره، ما بنعرف هذا الشيء هل ممكن يكون غلط او ممكن يكون صح، فبرايك انت اليوم هايدي هل حبوب سد الشهيه او حبوب فاتحة الشهية هي ممكن تتعارض مع طبيعة الجسم وتسبب يمكن هي التفاعلات اللي كنا عم نحكي عنها؟
ممكن، لانه برجع بقول انه جسم عنا بيفرز مواد وانزيمات، ممكن اخذ دواء انا مثلا على الريق يصير معي غثيان اقياء. هون انا ما بنصح كثير، ما بفضل يعني انه ناخذ دواء يسد شهيتنا. في كثير من يعني في كثير من الاغذيه بتساعد على شعور بالشبع، ومن الالياف صحيح. اذا اخذنا الياف بشكل كثير يعني سريع وكثير مطول انه بتساعدنا للشبع لفتره اطول باليوم. فبهي الشغله انت مالك بحاجه يعني خلينا نبعد عن هي الحبوب بمختلف انواعها قد ما فينا. طيب خلينا نعطي هيك نظام غذائي اليوم مناسب لكل الاشخاص اللي حابين يحافظوا على صحتهم صحه جسمهم، ان كان من وجبه الفطور للغداء للعشاء، شو الاطعمه اللي نحن لازم ناكلها، شو الاطعمه اللي لازم نبتعد عنها. خلينا نوضح بشكل بسيط. لازم اي وجبه غداء تكون بتحتوي عنا ماء، دهون، بروتينات، فيتامين، معادن أساسية وألياف. تمام؟ برجع وبقول إنه وجبة الفطور كتير أساسية بحياتنا. طب بالوجبة العشاء شو فينا نستبدلها اليوم بالأكل؟ العشاء فواكه، صحن فواكه. يعني صحن برتقان، موز، فينا ناخذ سناك صغيرة. تمام. مع انه كثير عالم يا هايدي بيهربوا من وجبه العشاء قدر الامكان، بيحاولوا يعوضوا بوجبه ثانيه لكن بتطلع حريرات اكثر من العشاء اللي ممكن نحن ناكله. ممكن يعوضوا بالنقرشات، هي النقرشات كمان بتسمي. تماما. هي تعتبر سناك صغيره بس يعني ما كثير نكثر منها، احنا يستحسن انه ما نكثر منها. اليوم سألتك يمكن جوا عن بعض الأغذية خلينا نقول يلي بتزيد من التركيز. كنا نسمع أنه السمك وغناء بالأوميجا 3 هو ممكن يزيد من التركيز، قديش أنت مع هذا الشيء؟ وشو هي الأغذية اللي بتنصحي فيها لحتى نزيد من التركيز، خاصة اليوم داخلين على امتحانات سواء الامتحانات الفصلية أو حتى الامتحانات النهائية؟ أي السمك كتير مهم مثل ما قلت بيحتوي عليه أوميجا 3. عنا كمان المكسرات بشكل كتير كبير، الجوز، اللوز، كتير مفيدين لحتى نقدر نركز. ومثل برجع وبقول الشوكولا كمان كتير بتعطينا قدرة على التركيز. طيب اليوم اللي عندهم أمراض مزمنة إن كانت سكري أو ضغط أو قلب، خلينا نوضح اليوم دي لازم يكون عندهم نظام غذائي معين، والأشخاص يلي حواليهم يعني يلتزموا بهذا النظام مشان ما يصير أي مضاعفات للمريض. أهم شيء يكون أكلهم صحي ومتنوع. تمام. برجع وبقول بيحتوي على جميع المكملات العناصر الغذائية اللي نحن بدنا إياها، مثل ما قلت بروتينات، معادن اساسيه، فيتامين، الياف. بهي لما ننوع نحن باكلنا ولما يكون اكلنا ونظامنا صحي كثير يعني بنساعد حالنا انه جسمنا يكون افضل صحه وكمان نفسيتنا بتتحسن. كمان جوا بنسمع انه يمكن الطفل كل ما غذيناه وهو صغير وانتبهنا على اغذيته كل ما عملنا مخزون له لحتى يكبر، شو مدى صحه هذا الشيء؟ والطفل ومعروف انه ممكن تقبله لانواع مختلفه من الاغذيه، ممكن ما تشارك فئات معينه من الاطفال بهذا الشيء، شو رايك بهذا الموضوع؟ مع غذاء الطفل بانه كثير نغذيه من هو وصغير، لانه فتره نمو جسمه مثل ما قلت نحن منذ الولاده هو حليب الام. بعد السنه والسنتين نحن بنصير ندخلهم اطعمه، بروتينات، الياف، معادن، فيتامين، وقد ما فينا نحاول نبتعد عن المكملات مثلا بهذا العمر، بهذا العمر من الاطفال قد ما فينا انه نبتعد عن المكملات ونعطيهم اياهم مصادر طبيعيه. طيب خلينا نوضح ونحكي عن العشوائيه باخذ الادويه. اليوم بتلاقي في اشخاص مجرد وجع راس بتاخذ سيتامول طول النهار، هذا الشيء يمكن بصير عادي عند الاشخاص، وبنفس الوقت اي شخص صار عنده قريب او رشح معين ممكن ياخذ دواء القريب، مع انه ممكن يكون هذا الشيء غلط، ممكن يكون مؤشر لمرض ثاني. قد اليوم نحن لازم نلجا للاختصاصيين لحتى يمكن ناخذ الدواء المناسب ونعرف شو هي حالتنا الصحية. أحيانا لما ما بيكون غذائنا منيح وما بيكون متوازن وصحي، مقاومتنا للالتهابات بالجسم تكون كتير ضعيفة. تماما. سواء إذا كانت العدوى فيروسية أو بكتيرية، فهذا الشيء كتير بدنا نركز عليه إنه نتبع نظام غذائي كتير صحي ومتوازن لحتى يعني هو بيزيد مقاومتنا، بيقوي جهاز المناعة عنا. خلينا نحكي عن تجربتك الشخصية جوا، اليوم كيف تقدري يكون غذائك الصحي متوازن متكامل اليوم ونحافظ بنفس الوقت على جسم حلو؟ مثل كل الصبية يمكن بتحاول انه تبعد عن السمنة الزائدة او حتى النحف الزائد. وجبة الفطور كتير مهمة، بحاول يكون مثلا الغداء بيحتوي بروتينات، الياف، مثل ما قلت الوجبة العشاء مثلا سناك صغيرة، صحن فواكه، هذا بيغنينا عن كتير مثلا، بيحافظ على صحة جسمنا، بيعطيني طاقة، بيعطيني حيوية،
وكثير الرياضه مهمه بحياتنا، انه نمارس الرياضه بشكل منتظم كثير مهم، حتى لو يمكن نص ساعه. هي لها تاثير كثير كبير، حتى مشي، يعني نمشي مشي ولو ساعه باليوم كثير مفيد. اكيد بالختام معلومات جدا مهمه ونصائح جدا مهمه، بدنا نشكرك كثير الاختصاصيه التغذيه الدكتوره جوا هشام محمد، اهلا وسهلا فيكي نورتينا. سلم ايديكم. اهلا وسهلا. شكرا لك جوا، بدي اتمنى لك كل التوفيق وبقيه نهار تكون كثير حلو.